وينضم إلينا الدكتور ضياء حلمي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. دكتور ضياء، بعد التحية، يعني الدور المصري بالمشاركة مع الدول التي تسعى للتهدئة سواء قطر، الولايات المتحدة، من أجل الوصول إلى توازن في المواقف وتهدئة ووقف الإطلاق النار، كيف ترى وسط كل ما يحدث من فوضى وتوتر وتصعيد من الجانب الإسرائيلي في الشرق الأوسط؟ تحياتي لحضرتك السيد العزيز. الحقيقة الدور المصري هو دور أساسي. منذ أول هذا الأمر كانت مصر حاضرة ولا نحاول فقط على طريق اقتراحات، ولكن كانت مصر منضمة فعليا لكل الجهود الجادة والحقيقية التي تنتج ثمرة على الأرض. ولكن مع صلف الحكومة اليمينية الإسرائيلية وتصرفات جيش الاحتلال، يجب أن يكون هناك موقف دولي موحد، لأن التراخي الدولي في قضية تهم الإنسانية لم تعد قضية عربية، لم تعد قضية فلسطينية، هي قضية مسار أسئلة كثيرة في المنطقة. الآن ما يحدث في غزة، والآن هناك مؤتمر أيضا على مستوى وزاري دعت إليه مصر حتى لا تضيع أصوات غزة، أصوات فلسطين، في ظل أحداث جديدة كانت في لبنان، في جنوب لبنان، ثم انتقلت إلى سوريا. إذن أين غزة من كل هذا؟ وأين فلسطين؟ وأين الحلول؟ لذلك لابد من الضغط. تحاول دول عربية شقيقة المساعدة مع مصر أيضا في وضع الرأي العام الدولي أمام مسؤولياته، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة ذات النفوذ على إسرائيل، أو على الأقل هي الصديق الأقرب إلى إسرائيل. يجب أن أو ننتظر أن تقوم بدور فاعل في هذا الأمر. طيب، يعني على ذكر الولايات المتحدة الأمريكية، الكل يترقب ما سيحدث بعد تنصيب ترامب في 20 من الشهر المقبل، وبالنظر إلى تصريح ترامب الأخير حول الأسرى الفلسطينيين والتهديد بإشعال الشرق الأوسط في حال عدم إطلاق سراحهم، كيف تتوقع السياسة الأمريكية بعد ترامب؟ الحقيقة الأمور لا تبشر بشكل جيد، وإن كان تعودنا حضرتك في الأمور السياسية أن تكون هناك تصريحات للاستهلاك الإعلامي، للضغط، لعمل ورقة تفاوضية جديدة أو للضغط على الآخر. قد يكون من هذا الباب تحت هذا العنوان: دونالد ترامب يهدد قبل 20 يناير حتى يجعل حماس والآخرين يعني يرتعدون ويفعلون شيئا قبل 20 يناير. ولكن أيضا يمكن أن يذهب في تهديده لأنه يرى أن هناك مبرر، لا يجب أن يعطى العذر حتى يفعل ما يشاء بعد 20 يناير. ولكن كونه سياسيا ودوليا ودولة بحجم الولايات المتحدة الأمريكية وعلى لسان رئيسها تصريح صادم كهذا، يجب أن يؤخذ بعين الاهتمام، يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار في السياسة الدولية. وبالتالي ما هي النقطة التالية للسلطة الفلسطينية؟ حركة حماس كيف ترى الأمور؟ ويجب أن تكون حركة حماس والسلطة الفلسطينية واقعيين، واقعية سياسية، يتحلوا بالواقعية السياسية، كما أنهم لا يجب أن يضعوا شروطا يكون يتلقفها الجانب الإسرائيلي سعيدا بأنها شروط واشتراطات لا يمكن تحقيقها، فيجد عذرا في التمادي أكثر مما هو يتمادى الآن. ما يحدث يعني غير مسبوق في العصر الحديث. وبالتالي قضية إنسانية سيدي العزيز، وضد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والمنظمات الدولية يجب أن يكون لها دور. الحديث من جانب أنتوني بلينكين عن رسم مسار ما بعد الصراع في غزة وربطه بقضية الرهائن، كيف ترى وما هي يعني وجهة النظر الأمريكية في اليوم التالي للحرب كما يقولون؟ ما يبدو على السطح بربط الأحداث وليس التنبؤ أو التخمين من باب التنجيم، ولكن بربط الأحداث. أولا، أهداف هذه العملية العسكرية الغير مبررة الوحشية من جيش الاحتلال الإسرائيلي والدعم العسكري الضخم من الولايات المتحدة لا ينبئ بأنه ستترك مساحة حقيقية لحماس
لتعود لغزة مرة أخرى. وهذا يعني في قراءة المشهد هما يقولوا أنها حتى لو عادت ستعود سورية ولا يسمح له، ولكن هم يريدوا أن يسيطروا على مراكز، يريدوا أن يكون لهم العودة السهلة للاعتداء مرة أخرى في حالة ما رأوا شيئا من وجهة نظرهم يعني يضر الإسرائيليين. وبالتالي الأمر معقد ومتشابك، ولكن قضية الرهائن في الحقيقة من أول يوم لم أراها بشكل شخصي قضية تهم الحكومة الإسرائيلية، هي كانت فقط ورقة سياسية للحديث عنها، لأنه يعني لم تذهب إسرائيل حتى في البحث الجاد جدا عن الرهائن أو تقديم تنازلات أو مفاوضات. لا، هي الأهداف الحقيقية لإسرائيل إيه من هذه العملية؟ تتضع شيئا فشيئا. نعم. وقد يكون الرهائن ده عذر، لدينا رهائن نريد أن نستعدهم، ولكن تكون الحقيقة أن لديهم أهداف أخرى تحت الطاولة. نعم، يعني استخدام قضية الرهائن كذريعة للاستمرار في العدوان وتنفيذ الأهداف الاستعمارية. ما يتعلق بإعادة الإعمار والحكم في غزة بعد يعني الوصول إلى اتفاق ربما، كيف ترى في ظل هذه التطورات التي تحدث في سوريا وفي لبنان؟ الحقيقة العودة الحكم في غزة يجب أن يكون يعني معتدل إلى درجة، يجب أن تتوحد الفصائل الفلسطينية. فكرة الفصائل والميليشيات هي ليست فكرة العصر الجديد. الدولة الوطنية يجب أن تكون هناك دولة، فلسطين تسعى أن تكون دولة وحل الدولتين، وهذا ما تحارب من أجل مصر دبلوماسيا كل يوم. إذن يجب أن الفلسطينيين يساعدوا القضية بأن يتوحدوا في رؤية واحدة، سلطة واحدة، وتكون دولة وطنية فلسطينية، دولة واحدة. الآن ما سيحدث ليس في غزة فقط، ولكن أعتقد في باقي الأراضي المحتلة سيكون هناك نظام إدارة ما، ولكن يتحدث عن إدارة مدنية، لا يريد سلاح بجانبهم، لديهم الزريعة في فكرة أن السلاح بيد الفلسطينيين يستخدم ضد إسرائيل. هذا أمر كله يجب أن ينتبه إليه المفاوض الفلسطيني، ونحن نساعده بالخبرات وبالرؤية وبتنبيه العقل الجمعي العالمي وإيقاظ العقل العالمي والسياسة الدولية، نفعل كل ما في وسعنا. الآن قد تعود الأمور في ظل حالة وسطية، حكم مقبول من الأطراف جميعا، ولكن من خلال مؤتمر دولي ومفاوضات مباشرة، وبالنهاية لن يتم حل كل هذه القضايا العالقة المتشابكة إلا على طاولة المفاوضات. يعني أنت تتحدث عن مفاوضات، يعني برأيك هل الظروف السياسية الحالية والواقع على الأرض يعني يساعد على استئناف مفاوضات، استخدام أمريكا لحق نقد الفيتو ضد أي قرار يدين إسرائيل، الدعم الغربي والأمريكي اللامتناهي والمطلق لإسرائيل حتى بعد إصدار حكم من الجنائية الدولية ضد نتنياهو؟ كيف ترى إذن إمكانية استئناف مفاوضات في ظل هذه الظروف؟ طبعا ظروف يعني لا تمهد حقيقة لمفاوضات جادة أو لمفاوضات لها ثمرة، يعني مفاوضات لها نتائج يمكن تطبيقها أو نتائج يمكن الوصول إليها. طبعا الظروف لا تقول هذا، ولكن علينا أن نستمر في الضغط، علينا أن نستمر في طلب هذا المؤتمر الدولي، حل الدولتين، الضغط الدولي. إنما طبعا بيعوق هذا ويصطدم دائما بحق الفيتو الأمريكي بالحلفاء الأوروبيين القريبين، لأن أوروبا ليست كلها في اتجاه واحد، ولكن هناك حلفاء أصدقاء لأمريكا ولإسرائيل برضو يستخدموا نفوذهم ضد إيقاف كل حل لفكرة الدولتين. البعض يوافق والبعض يجمد الأمر والبعض يتردد. علينا بمزيد من الضغط في هذا الاتجاه، وقد تتحسن الظروف في الآتي من الأيام، لأنه بالوضع الطبيعي للاقتصاد الدولي
للعالم، للإقليم، للشرق الأوسط لا يجب أن تستمر ولا يمكن أن تحتمل دول العالم ودول المنطقة وحتى أوروبا صراع في الشرق الأوسط أكثر من هذا، ملتهب أكثر من هذا، ولكن هناك من يزيدون الصراع اشتعالا ويسكبون الزيت على النار تصورا منهم أن في هذا تحقيق لمصالحهم، ولكن لم تكن الحروب والإبادة الجماعية في مصلحة أحد، ولن تنسى حتى بدون المحكمة الجنائية الدولية. المحكمة الجنائية الدولية أصبحت غير ملزمة، ولكنه إطار قانون دولي، ولكن الكلب مكيالين أو بأكثر من مكيال أصبح واضحا على الأرض، على الواقع أمام أعين الجميع القريب والبعيد. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الدكتور ضياء حلمي عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية.